اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قواعد كينج هيستوري. القواعد بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها، والنهارده ان شاء الله هنكمل بقيه كلامنا عن الملك نيقوس الرابع. اول حاجه هنتكلم عنها النهارده هي بنايات الملك الخاصه، واول حاجه هنتكلم عنها هو هرم الملك نيقوس الرابع. وعشان يبدا الملك نيقوس الرابع ان هو يبني هرمه، اختار مكان ما بين هرم ابوه وهرم جده. وطول قاعدة هرم الملك نيقوس الرابع 78.5 متر، وهو نفس طول قاعدة هرم الملك ساحورا. وبيتكون قلب هرم الملك نيقوس الرابع من الحجر الجيري الأبيض، واللي اتكونت منه 7 مصاطب فوق بعض وضغطت من بره بالحجر الجيري الأبيض. أما بالنسبة لمدخل الهرم فهو موجود في الجزء الشمالي. بعد مدخل هرم الملك نيقوس الرابع في دهليز طريقه بيكون يمين وشمال لغايه ما بنوصل لغرفه اوليه قبل حجره الدفن. في منتصف الممر في نظام الاغلاق بكتله واحده من الجرانيت، وده كان هدفه حمايه الهرم من اللصوص. وفي ممر متفرع من الحجره الاولى في الجهه الغربيه بيؤدي بعد كده لحجره الدفن. بسبب ان هرم الملك نيقوس الرابع اتعرض لجرائم سرقه كتير جدا، فيصعب على الاثريين معرفه شكل الغرفتين اللي هي الغرفه الاوليه وحجره الدفن بسبب الاحجار الكتير جدا اللي اتخذت من الغرفتين. وفي نفس الوقت ما تمش العثور على اي اساس او اي قطع من الذهب والحلي موجوده في اي غرفتين. وفي نفس الوقت بيتميز المعبد الجنائزي لهرم الملك نيقوس الرابع بانزياح جهته الشرقيه نحو الجنوب، وده اللي يخليه ما يتخذش شكل حرف تي وانما بيتخذ شكل حرف ال. موجود في الجزء الشرقي من المعبد حجرات من المخازن، وبهو مسقوف وبهو مفتوح بتحيط به مجموعه من الاعمده. طبعا بيكون موجود دهليز بين الجزء الشرقي للمعبد والجزء الغربي للمعبد، واللي بتقام فيه الاحتفالات والطقوس الجنائزيه. وفي الدهليز اللي موجود بين الجزء الشرقي للمعبد والجزء الغربي عثروا على تمثال موجود على شكل الاسد. من التصميمات الفريده للملك نيقوس الرابع ان كان في غرفه على شكل مربع بيتوسطها عمود، والعمود ده متصل ببهو بيتم وضع فيه القرابين. واتبع التصميم ده كل خلفاء الملك نيقوس الرابع حتى عهد الدوله الوسطى. في هرم صغير جدا اتبنى في الركن الجنوبي الشرقي للهرم، والهرم الصغير ده كان مصمم عشان العباده. واحاط الملك نيقوس الرابع مجمع الاهرامات الخاص به بسور كبير جدا، وعززه بزاويه قويه موجوده عند الركن الجنوبي والجزء الشمالي والجزء الشرقي للهرم. اما معبد الوادي اللي كان مبني على ضفاف نهر النيل، ده كان موجود من ايام والد الملك نيقوس الرابع، واكمل بنائه الملك نيقوس الرابع واكمل بناء طريق الطقوس المؤدي لهرم الملك نيقوس الرابع وهرم والد. وبالنسبه لمعبد الوادي فموجود ليه مدخلين، مدخل من الشرق عند الميناء القديم ومدخل تاني موجود في الغرب. وبيتكون وسط معبد الوادي الخاص بمجمع اهرام الملك نيقوس الرابع من نيشات عديده بيعتقد انها بتحمل تماثيل الملك. وبالنسبه للنيشات الموجوده في معبد الوادي عثر الاثريين على راس تمثال لاحد زوجات الملك نيقوس الرابع، وتم العثور على بقايا لتماثيل الناس او الملوك اللي هزمهم الملك نيقوس الرابع. وكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وان شاء الله الحلقه الجايه نكمل بقيه كلامنا عن ملوك الاسره الخمسه، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكربشن. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.